السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم، معكم زياد هادي، أستاذ في معهد الدراسات الموسيقية العراقي، أستاذ آلة العود والنظريات. ورحب بكم أجمل ترحيب من بغداد. واليوم طبعا اليوم مقامنا مقام جميل وحلو، راح تلاحظونه. وأريكم دائما تركزون بالتمرين بطيء، دائما لاحظت كثير من الشباب يتمرنون سريع وهذا خطأ. نلاحظ أمامكم هذا المقام اللي هو مقام بيات شوري، اللي هو فرع من مقام البيات. طبعا هو فرع من فروع البيات، واللي يتخفض به الدرجة الخامسة بنصف صوت، وهو مقام شائع وكثير طبعا بالسماعيات والقطع الموسيقية وأيضا بعض الأغاني. طبعا عندك أحد الفرق، فرق فنان الكبير صباح فخري من حلب، أيضا أخذ في سماع بيات شوري اللي هو جزء من البيات شوري جزء الثاني. وأيضا عندكم في صندوق الوصف كثير من الأمور اللي راح تاخذوها وتشوفوها، ورأسا تبحثون عليها في اليوتيوب راح تلاحظون هذه الأغاني أو الموشحات. وهذا المقام هو أمامكم ياخذ جنس بيات وجنس حجاز، يعني ياخذ من عندكم ري مطلق، مي كاربي مول الإصبع الأول على الري رقم 2، رقم 3 فا إصبع الثالث على الري، ثم الصول اللي هو على الخط الثاني أمامكم، الصول الوتر الرابع، ثم اللا الإصبع الأول لا بيمول أمامكم اللي هو رقم 5 أمامكم، ثم سي ناتوريل أو ناتوريل اللي هو إصبع الرابع على الصول، ثم الدو جواب مطلق كردان آخر وتر بالعود للأسفل، ثم الري بالإصبع الثاني. إذن هذا المقام يبدأ من الري، لأن هو منطلق من عائلة البيات، والبيات أساسا هو الري. لكن شون يختلف؟ يختلف في علامات التحويل. الآن أمامكم هذا ري، نلاحظ أمامكم ري، وتلاحظون أمامي هذا البيات الشوري مي كاربي مول فا صول لا سي مرة ثانية. ري مي كاربي مول فا صول لا بي مول سي طبيعي دو ري دو سي لا صول فا مي ري. واضح؟ هذه أمامكم بيات شوري، ومجموعة الأغاني موجودة في صندوق الوصف تقدر تاخذها. وعلى طول أكد عليكم بتمرين الريشة. تمرينكم يكون شوري، وعليكم بطريقة التمرين اللي أعطيتكم إياها. فقط أطلب من عندكم الإعجاب والاشتراك بقناتي، وأنا حاضر لأي سؤال بالتعليقات اللي موجودة أسفل الفيديو وتحت أمركم. أنا مع السلامة، ونشوفكم إن شاء الله فيديو آخر. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.